اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن انظمة التيار الخفيف. انظمة التيار الخفيف او بنسميها اللو كارنت او بنسميها اللايت كارنت سيستمز، دي بتشمل بعض الانظمة اللي احنا بنتعامل معاها في المشاريع كتير جدا، زي انظمة كاميرات المراقبة وانظمة انذار الحريق وكمان انظمة الساوند سيستم، سواء كانت البابليك ادرس سيستم، نظام الاستدعاء الالي او نظام النداء الالي، في عندك الاوديو فيجوال سيستم، انظمه الصوتيات والمرئيات، وكمان بنبدا نشوف نيرس كول سيستم، انظمه استدعاء الممرضات، وده يعني نظام مهم جدا بنستخدمه كتير في المستشفيات وفي المستوصفات الطبيه، نظام الباركينج سيستم او السمارت باركينج سيستم، ده كلام مهم جدا. في طبعا لازم نتكلم عن الداتا سيستم والنتوركينج، وكمان هنتكلم عن التليفون سيستم، وكمان هنتكلم عن انظمه الدش المركزي الام اي تي في ماستر انتينا تلفزيون سيستم، وكمان هنتكلم عن الاي بي تي في. ده كل الانظمه اللي احنا المفروض نتعامل معاها في البروجكتس المختلفه، والبروجكتس دي ان شاء الله هنشوف بروجكتس سواء كانت سكنيه او تجاريه او تعليميه، ونشوف ازاي نتعامل مع انظمه التيار الخفيف في المشاريع، واشوفكم في الكورس. يلا بينا نبدأ.